قال ما حكم الاحتفال بالمولد؟ يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم رجل في الأمة دي، ونحن نحبه ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته، لكن هل نحن بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم، ولا الصحابة شافوه ودافعوا عنه وهاجروا معاه بيحبوه أعظم؟ الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة هو نبي، بعد عمره تم 40 سنة وجاءت النبوة وعمره 40 سنة، وقعد 23 سنة مات عمره 63 سنة. 23 سنة ما في سنة واحدة في ربيع الأول سوى حاجة اسمها القفلة ولا الوقفة ولا المولد، ما في. وأي زول غالطك قل له بيننا وبينك البراهين والأدلة، لا في البخاري لا في مسلم لا في سنن أبي داود ولا في الترمذي بسند صحيح ولا في النسائي ولا عند ابن ماجه ولا في مسند إمام أحمد ولا في معاجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط ولا في مسند الطيالسي ولا في مصنف الشيباني ابن أبي شيبة ولا في مصنف عبد الرزاق ولا 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 في كل كتب السنة الصحيحة، ما في حديث واحد إنه احتفل. أبو بكر الصديق جمسك الخلافة بقى الخليفة هو بعد العهد، ما احتفل سنتين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمسك الخلافة سنوات ما احتفل ولا مرة. عثمان رضي الله عنه سنوات، علي بن أبي طالب سنوات رضي الله عنهم جميعا، الصحابة بعد، التابعون كلهم ما احتفلوا، لا الحسن البصري لا مسروق رحمه الله ولا قتادة ولا عكرمة ولا ولا، أتباع التابعين كلهم، الأئمة الأربعة لا أبو حنيفة لا الشافعي لا أحمد لا مالك ما احتفل. رأيك شو؟ أنت عارف الاحتفال جمتين؟ ابن كثير قال أظهره الملك المظفر من الفاطميين، وديل شيعة، قال سنة 625 هجرية، وفي ناس 300 وحاجة قال. فلذلك المولد ده شيء محدث جابوا الناس جديد. وبعدين الرسول انت تحتفل به أو تحبه 12 يوم بس ولا السنة كلها؟ واحتفال يا أخي فيه شركيات، يا دسوقي تلقاه في الخيم، ويا فلان ويا علان، ومدايح مدايح ذاته فارغة. واحد بيقول قال ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. أسي ده دين عليك الله؟ ده دين؟ واحد تاني سمعته بأضاني دي قال دخل بلياء، ده قال مليح، قال دخل بلياء طلع كيكي، ما هو الفجل ما هو البامبي. ده دين ولا ملجة بتاعت خدر؟ ده دين يدان لله تعالى به؟ والله كله أنا كله هوس، والله الذي لا إله غيره. ولذلك انت شوف ما باحتفال، وبعدين ساوينا خيم ختمية وقادرية وتجانية وثمانية وطريقة كزنزانية طريقة شنو ما بعرف ليها، وهي هي هي يا أخي الرسول لو حي يخش فيها طريقة، هسي لو حي يخش فيها تو نقول لهم ساوين وأعلام واحدين خاتين كورة، كورة فيها موية مسيخة، قالوا الرسول بيجيون، وقال الرسول جاك بتدي موية مسيخة؟ انت بتلعب بالدين؟ قالوا الرسول بيجون، والرسول يجي يا جماعة محل المنكر، نسوان متبرجات ما شفتهم في المولد؟ نسوان اتزينن وبنات واتبرجن وشباب قاعدين، تلقاهم قاعدين اي واحد قاعد لمع عبيد زي ودبرك وبدعشوش، اثنين اثنين قاعدين. ده دين يدان لله تعالى به؟ ده غير بتاعنا الترمس وبتاعنا الطعمية بالشطة والفجل، بتاعنا التبش وغير حلاوة مولد وسمسمية وفولتية، ده كله حبا في المصطفى. سمسمية ده حبا في المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ده كله يا جماعة هوس، والله ما من الدين، والله الذي لا إله غيره. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، طالما الدين اكتمل وما فيه مولد احتفال يبقى ما بجوز الزول شنو يحتفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور.